listen up. سافل مي تايف كوش مش مقلي في الزيت مش مقلي في الزيت الدنيا سعيدة هذا اللايت مش اللايت هذا ما يشبه شوي اللايت هذا ما خلوش رجلات ما خلوش عادي بجرجلات بتمر لو يسر بتمر وجرجلات في الزهر هذا ما خلوش الشمية تايف كوش الشمية هذا ما خلوش الزمي بتاعنا ديالي شنية الخاصية مفوح هذا قرفة وعود تمر الزيتونة الكعبة كبيرة كعبة كبيرة دي يعملوه في العروسات لا زمنية كعبة القروية الزمنية دي هذي ما قلوه تركي طايف يعني الكوشة جد اش معنيها بقى دوز وجه رجلين وطايف الكوشة هذي ما قلوه زيت زيتون يعني معمول بزيت زيتون ومين فوح زيت زيتون هذي جوية نحن احنا بجوية من داخل البيش كيكوية بيضة دي طايف الكوشة هذي ما قلوه السام عادي منين يسرح هذي ما قلو الشم كوشة نسميه دروع نحن دروع مكونات ونسيال دروع وشمي وجري جلال طيب كوشة هذي ما قلو كوشة تمر مكونات بتاعه تمر طيب كوشة علاش أبيض مش هو طيب كوشة كل ما هو أبيض طيب كوشة هذي ما قلو تبريس قوم تعالي بريس هذي ما قلو سترع سترا سترا جوز سترا طيب الكوشة زاد حلو ياسر هاي هذي مخروض أوراج برتقال طيب الكوشة هذي مخروض شوكولاتة مخروض بالشوكولاتة بالشوكولاتة مكونة بتاعها شوكولاتة شامي هذي دبلة دبلة ذي يعني عبارة وذي القاضي صغيرة ذي هذي مخروض جوز داخل محشي في المكونات بتاعه لوزة غير منين؟ منين ياسر ياسر هذه الزينة طبعا خلاص هذه القاعدة بتخلق نضربوا في المقروض ونطلع لنا الزينة ذيك موجودة على القاعدة المقروض Just listen, let your life be free.